ايه اللي حصل فيه؟ ناجي القليلي خطب بنتي وعايز يقتلها.
لو ما خدش الفلوس بميعاده. ان شاء الله بنتك هترجع لك من غير ما حد يمس منها شعره واحده. وصدقك ازاي؟ لازم تصدقيني عشان ما فيش قدامك حل تاني. رفيق ايوه من فضلك اطلع عند سيف فوق وشوف كلم مين وعمل ايه. هو حضرتك بتجرى الكتاب ده؟ ايوه. اسوان اسوان، وانا براجع ملف المقدم نور الدين اكتشفت انه سنة 2007 كان موجود في اسوان في دورة تدريبية. لما بصيت على ملف الرائد البشوتي اكتشفت انه كان موجود في نفس الدورة التدريبية في نفس المكان ونفس الزمان. عايزك تعمل لي تحري على اسمه هشام البكري ده. سيف عبد الرحمن تعمد يقول لنا معلومات غلط. ايه ده؟ يعني هو يعرف هشام البكري ووصفه وهو عارفه؟ لو فتحت بقك بكلمه واحده هتنفع. بنت حل لازم ترجع لامها قبل ما نتكلم في اي شغل. لو البنت ما رجعتش في خلال ساعه من دلوقتي هيقتلني. انا عايزه اقدم بلاغ بشكل رسمي ومسؤوله عن كل كلمه هقولها. ما ينفعش ابقى عارفه ان التحقيق ماشي بشكل سري واسكت. حضرتك انا قلت له مش هندفع الفلوس غير لما نشوف البضاعه الاول. وهيسلمك فين؟ في المنيا. هتنقلوا الحاجات دي ازاي؟ اكيد اللي بعتنا يا باشا عارف هو هينقلها ازاي. خدوه تحت لحد ما نشوف هنعمل معاه ايه. طب افهمني. طيب يا باشا. طب افهمني. طب استنوا. طب استنوا يا باشا. انا عايز اقول لك ان انت اول واحد في الليسته بتاعتي تنال شرف التواجد في الصومعه دي. مساء الخير يا سيف باشا. معلش انا جاي لك كده فجأة من غير ميعاد، بس اصل الموضوع مهم. ايه يا باشا؟ انت هتسيبني واقف كده مش هتقول لي ادخل ولا ايه؟ بفكر فعلا ما اخليكش تدخل. الطريقة اللي خبطت بيها والنبرة اللي بتكلمني بيها دي مخلاني عايز اطردك وعامل لك مشكلة في الجهاز تأثر على مستقبلك. ما انت أثرت على مستقبلي خلاص يا باشا، ما تشغلش بالك انت بالموضوع ده. عايز ايه؟ عايز ادردش معاك شويه. مش فاضي. بكلمني بكره في التليفون وانا هشوف ميعاد افضلك فيه. طب خليني بس اسالك سؤال، لو ما حبيتش تجاوب عليه همشي. عمرك عرفت معنى العلامه اللي بيسيبها الصياد على ايد اللي بيقتله؟ لا. انا بقى عرفت. سلمى، الكلمه اول ما تبص عليها تفتكرها كلمه معناها الصياد، بس لو بصيت عليها وتعبت نفسك شوية وشفتها بشكل عكسي أو في المراية تعرف إنها اسم واحدة. حتى لو اللي انت وصلت له ده حقيقي، ده ما يديكش الحق إنك تجيلي في وقت متأخر زي ده ولا تعمل الشويتين دول. معلش يا باشا، أنا آسف والله. يا أنا ما قدرتش أقاوم فرحتي ولا حماسي الرهيب. ما هو تخيل معايا كده، قضية شغلاني بقالها شهور مش عارف اوصل فيها لحاجة، وفجأة اوصل لتفصيلة صغيرة قد كده اهو، ممكن تاخد القضية دي وتروح بيها في حتة تانية خالص، ممكن توصلنا للحقيقة يا باشا. أنا قلت أجيلك بالمعلومات دي قبل ما أروح بيها لحد تاني. هو أنت ما قلتش الكلام ده لحد تاني؟ تضحك على إيه؟ السؤال ده ظريف أوي كده؟ لا لا اصل انا ثانيه كده حسيت ان ده سؤال خطير. خطير ازاي يعني؟ ما تشغلش بالك يا باشا، انا قلت لحد ولا ما قلتش لحد وخلاص. ما انا عارف ان في حاجات اتنقلت لك، وعارف انك عارف ان انا مش شغال لوحدي. بص يا ابني، هو انا مش عارف انت بتتكلم على ايه بالظبط،
بس نظرا للحاله اللي احنا فيها وان انا فعلا ما عنديش ثانيه اضيعها معاك، انا هجيب لك من الاخر. انت بتتهمني بحاجه؟ هو انت عملت حاجه غلط؟ اه، كنت دايما بركن صف تاني ايام ما كنت بسوق. نصيحه حقيقيه من اخ كبير، روح اكشف عند دكتور نفساني زي الدكتور مرتضى كده، اللي هو ما اتقتلش على ايدين الصياد زي ما انت قلت، واللي قتله هو شريف عباس اللي كان على علاقه بمراته. برضه ما اعرفش انت بتتكلم عن ايه. غريبه جدا، مع ان انا المعلومات اللي عندي ان انت اللي كنت مسؤول عن القضيه دي، انت اللي كنت بتحقق فيها. حتى بالاماره ما عرفتش توصل فيها لحاجه، لان التمرجي قال في اقواله انه كان سهران مع شريف عباس. الاجمل بقى انه شريف عباس نفسه اتقتل تاني يوم جالك فيه البيت هنا، حسب اقوالك لقوه مرمي في الزباله. يا باشا، تهيؤات الكلام ده ولا سيادتك شايف ايه؟ انا قلت لك قبل كده مليون مره ما تعتمدش على كلام واحد عام. يا باشا، اللي ما بيشوفش ممكن يغلط في وصف، ممكن ما يفتكرش ملامح حد، الا ما يغلط في كل التفاصيل دي، يقول معلومات غلط في قضيه هو اساسها اساسا، هو اللي مسؤول عنها. اه، وبمناسبه العامه صحيح، شوف يا اخي، سبحان الله، تعرف يا باشا نفس حالتك ونفس التشخيص وتقريبا نفس الحادثه بكل تفاصيلها حصلت لضابط في الامن المركزي اسمه يا ربي، اسمه شادي ابو سعده. والغريب بقى ان الملف بتاع الضابط ده اختفى من المستشفى تماما، مش لاقيين غير الملف بتاع سعادتك، رغم ان الممرضه مش فاكره غير شادي، مش فاكره سعادتك خالص. خلصت بس كده ولا لسه في مفاجآت تانية؟ لا لسه 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 كتير يا باشا، زي مثلا تواريخ الجرائم اللي ارتكبت، زي تاريخك انت شخصيا في اسماعيليه، تاريخ الجريمه البشعه اللي حصلت للمدام الله يرحمها، امتى حصلت؟ امتى الصياد بدا يظهر في الصوره؟ امتى بدا يقتل؟ برافو يا طارق، انا بجد فخور بيك. انا تقريبا كده حسب ما انا فاهم انت عايز تتهمني ان انا زورت كل اقوالي وزورت الحادثه اللي حصلت لي، صح كده؟ صح كده. عندك دليل مادي واحد يثبت الكلام اللي بتقوله؟ في اي حاجه ماسكها عليا ممكن تخليهم يقبضوا عليا او حتى يحققوا معايا؟ تعبش نفسك، الاجابه لا، لانك لو كان معاك دليل او نص دليل حتى ما كنتش جيت لوحدك، كنت جيت وجبت البوكس معاك. انا بقى اقول لك انت جاي تعمل ايه. انت جاي تعمل الشويتين دول وتقول الكلام الاهبل ده عشان فاكر انك ممكن تهزني او تلاقي هنا حاجه تثبت الخزعبلات اللي في دماغك، وانا باثر عليك السكه. انسى، مفيش حاجه في الدنيا ممكن تهزني ولا هتلاقي هنا حاجه ممكن تستخدمها ضدي. اللي يخلي الصياد يكتب اسم سلمى على ايد اللي بيقتله؟ اسم سلمى ده اسم مراتك انت. هو مفيش سلمى في العالم غير مرات انا؟ يمكن يكون اسم خالته، يمكن لو دورته تلاقي اسماء تانية، وبعدين الاجابه دي مش عندي، بتسالني انا ليه؟ انت كدبت علينا في كل حاجه قلتها. اثبت، اثبت ان اتعمدت ان اكذب، اثبت ان ليا مصلحه. اثبت وهتشوف. انت مجنون يا ابني. انا عارف انك مش عايز نوصل للحقيقه، عارف انك بتحاول تعطل التحقيق باي شكل، بتودينا لسكك اللي يروح ما يرجعش. بس خلاص يا سيف، كل حاجه بانت. انا مش جاي لك عشان بجري ورا سراب، انا في ايدي حقايق فاضل عليها خطوه واحده، خطوه واحده بس، وقريب هتحصل في اي وقت. عشان كده انا بنصحك يا سيف، استعد. وانا بنصحك ما تضيعش وقتك، ولو وقتك مش مهم فكر كويس في اللي ممكن تخسره. الموضوع ده كبير عليك قوي يا طارق، قلت لك 100 مره انت ممكن تخسر كتير قوي. انت بتهددني؟ انا بنصحك، وعارف كويس قوي انك مش هتاخد بنصيحتي. طب لو انت بريء خلينا نفتش البيت عندك، لو ما عندكش حاجه مخبيها خلينا نفتش عشان اطمن بنفسي. ومين قال لك اني ما عنديش حاجه مخبيها؟ انا عندي حاجات. زي الاوضه اللي بتفضل قاعد فيها بالساعات ممنوع حد يخشها غيرك، زي علاقتك المشبوهه بناجي الخليلي اللي خطف بنت الست اللي انت رفضت تخليني احقق معاها في الجهاز، زي عماك. روح يا طارق عشان انت اتاخرت قوي، ولو عندك اتهام رسمي روح هات اذن من النيابه وفتش زي ما انت عايز. يلا.
ماشي يا سيف. ماشي. طارق! افتكر كويس اني حذرتك. وفيت بوعدك؟ ما كنتش هقدر استحمل ان اللي حصل لي قبل كده يتكرر مره تانيه. مش اي حاجه في الدنيا هتضمن ان اللي حواليك يبقوا في امان طول ما انت مكمل وبتقتل. كل اللي حواليك هيبقوا في خطر. الخطر قرب ينتهي خلاص. ازاي؟ طارق عارف عنك كل حاجه. حتى لو ما كانش البوليس هو الخطر الوحيد، فالحاجات اللي الناس عرفتها عنك تخليهم عايزين ينتقموا منك، وساعتها اللي حواليك هيبقوا قريبين من ايديهم. قريب وقريب قوي كمان، كل اللي فيه منهم خطر مش هيبقوا موجودين. هتقتلهم كلهم؟ مش شرط. مش لازم نهايتهم تبقى على ايديا، ولا لازم تبقى الموت. امال هتعمل ايه؟ هعمل الحاجه الوحيده اللي بعملها. هكمل. ايوه يا حمدي، البنت رجعت خلاص. تقدر تكمل. انا هقابلك هناك. كده البت رجعت وانا استنيت كتير. هات لي الواد المحامي من تحت. اخلص معاه؟ لا، عايز اعرف هو يعرف ايه، وبعدين حسابه هيبقى معايا. كله يسلم نفسه. ارمي سلاحك على الارض، ايديك فوق راسك. ارمي سلاحك على الارض. كله يسلم نفسه. مساء الخير. ما تصورش انا سعيد قد ايه اللي انا شفتك. اللي بيحصل ده يا باشا غير قانوني. انا راجل مخطوف وماليش اي علاقه باللي بيحصل بره. انا كنت موجود هنا لحظه القبض عليهم.
ما تنساش يا باشا ان انا راجل محامي وبفهم في القانون كويس. لا، على كل حال من الناحية القانونية انت ليك اختيارات كتير، اللي يعجبك فيهم خده. البراءة يا باشا، انا ما اخدش غير البراءة. يا ابني احنا مسجلين لك كل كلمة قلتها في المكتب، وعند القاضي ان شاء الله هنذيع. انا ما سجلتش حاجة خالص يا باشا، واي حاجة اتسجلت بشكل غير قانوني، يعني لا يعتد بها. لما نحط جنبهم الخمسة مليون اللي احنا بعتناهم لك مع حالة هيعتد بها. خمسة مليون جنيه يا باشا؟ ايه الخمسة مليون؟ ما عرفتش عنهم حاجة يا باشا. خمسة مليون حق الدولة اللي هتردوا على داير مليم عشان نخفف لك الحكم. انا ما خدتش حاجة يا باشا، انا براءة. هاتوه. يلا يا باشا انا بريء. ايوه يا سيف، الخليلي في ايدينا، انا مش عارف اشكرك ازاي. نتقابل في الجهاز. فيها كمان لقيت حمدي قبض على ناجي الخليل وجايبينه على هنا. قبض عليه امتى؟ من شويه، بس هم في المانيا شكلها ما فيهاش مروح. يعني انا عايزك تيجي لي كمان شويه في مكتب مشير المحاميه. ايوه معلش، الموضوع خطير وهي مستنيانا، ما تتاخرش. شكرا. شكرا على ايه؟ انا وعدتك والحمد لله وفيت بوعدي. طبعا. وناجي الخليل اتقبض عليه خلاص، يعني زمانه دلوقتي في السجن. الحمد لله. يعني انت مش مضطره تمشي؟ معلش انا لازم امشي، بس هم اكيد هيبقوا محتاجين لي شهادتي. لا، هتشهدي على ايه؟ على خطف البنت. اي حاجه حصلت وانت اشتركتي فيها مش هتبقى موضع تحقيق. خلاص انا اتفقت مع حمدي على كده. طب والفلوس اللي اديتها للمحامي؟ المحامي خلاص وقع في ايديهم، هما بقى هيعرفوا يستردوها منه. يعني انت خلصتي من القضيه ومن البوليس ومن ناجي الخليلي ومن انا كمان. منك؟ معلش انا لازم امشي بكره، مش هقدر استنى اكتر من كده. ومين عارف يمكن نتقابل بعد كده، تعرف توصل لي؟ أكيد هنتقابل في يوم من الأيام.
مش هتأخر، اجيب حاجه واجي على طول. الو، ازيك؟ عامله ايه تاني يا نشوى؟ يا بنتي قلت لك ما بفكرش في موضوع الهجره ده خالص. ورفيق بقى اعمل فيه ايه؟ بصي، لو رفيق قدر يقنع سيف انه يروح يتعالج تاني انا هجيبه هما الاثنين واجي، غير كده ما تكلمنيش في الموضوع ده. بقول لك ايه، هقفل معاكي عشان لازم ادخل اجيب حاجه ورفيق مستنيني في العربيه. يلا سلام. اي ماما، انا خلاص لميت حاجتي وجهزت زياد، مستنيه بس السواق يعدي علينا. اراجع نفسي في ايه بس يا ماما؟ يا ماما انا كنت عارفه ان غيابه عن البيت بالشكل ده مش طبيعي. يا ماما ده بيكذب عليا، بيبص لي وبيكذب عليا في وشي بمنتهى البساطه. ايوه طبعا متاكده، والله اعلم اصلا عمل ايه تاني قبل كده. يا ماما حد ايه؟ بقول لك مأذون رسمي يا ماما، لان الاجراءات بتستدعي كده، حتى بعتوا لي قسمه الجواز. حسبي الله ونعم الوكيل. ماشي يا ماما، ماشي، مع السلامه. أني بفكر. احنا من ساعة لما مشينا من عند سيف وانت قاعد مساهم وساكت كده، هو في حاجة حصلت بينكم؟ لا 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 ابدا، احنا ما لحقناش نقعد مع بعض ولا اتكلمنا في حاجة اساسا. الله، امال في ايه؟ مفيش. معلش استني، ما تدورش العربية. انا عايز اسألك سؤال واحد علشان في موضوع كده بفكر فيه. خير؟ انت قلت لي قبل كده ان سيف قاعد لوحده في البيت. ايوه. وان في حد بيخدمه. عم ابراهيم. مش ده الراجل الكبير اللي احنا قابلناه في الكافيه؟ ايوه. تسال ليه؟ عندك حد عاوز تشغله عند سيف ولا انت تعرفه؟ لا 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 لا، مفيش حاجه. اصلاني كنت بفكر في موضوع كده وشاغل بالي شويه يعني، ومش عايز اشغل بالك بيه معايا. ده انت غريب جدا. انا بعد اذنك هنزل هنا. نعم؟ هنزل، هروح البيت ماشي. تنزل؟ انت بتهزر؟ لا 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 لا، معلش سامحيني والله، أنا لازم أفكر، لازم. عليا، أنا حريص عليكي فوق مما تتخيلي، وعشان كده لازم أتأكد قبل ما أكلمك في أي حاجة، لازم أفكر في الموضوع ده قبل ما أقولك، وأفكر إن كنت هقولك ولا لأ. سلام، ما تزعليش مني عليا. سلام. مقدرش اقول لك اللي انت عملته ده صح. المواجهه اللي حصلت بيني وبينه حسمت كل حاجه بالنسبه لي خلاص. ايه اللي انت وصلت له في الاخر؟ فين الاتهام؟ لا لسه بدري قوي على الموضوع ده. بص يا طارق، لما قلت لي تعالي ساعديني معنى كده ان الموضوع اتحسم، يعني ما ينفعش تاخد اي قرار من غير ما تاخد رايك. ما تتزربنيش عليا قوي كده، بس انا ما عملتش حاجه غلط. يا باشا، هو انا برضو اللي هقول لك ايه الصح وايه الغلط؟ لما تعوز توجه اتهام لواحد لازم اتهامك يبقى واضح، لا في لبس ولا احتمالات. هروح دلوقتي نبلغ النيابة، هنقول لهم سيف متهم بإيه؟ تزوير، شهادة زور، تضليل العدالة، قتل، اشتراك في جريمة، إيه بالظبط الاتهام اللي احنا هنوجهه له؟ كل ده سيف عمل كل ده. تمام، عمل كل ده، فين بقى الدليل؟ ايه ده؟ مفتاح شقه سيف. سيف عنده اوضه قافلها بالمفتاح، ممنوع حد غيره يخشها ويقعد فيها لوحده بالساعات. انا محتاجه بره البيت ساعه واحده بس، وانا متاكد ان اوصل للدليل اللي يثبت كلامي.
هو ما شافكش؟ قصدي يعني ما حسش بحاجة؟ لا، وقبل ما يفكر يدور على أي حاجة كنت مدي النسخة الأصلية للراجل اللي أنا معينه حراسة عنده. خرج سيف راح عند جارته، دخل الراجل حد المفتاح مكانه. بس دي حاجة مش قانونية وأنا مش موافقة. بس برافو عليك، أنت طلعت معايا. النكيب وائل نصر الله بره، قول له يدخل. خليه يخش بعد اذنك. طبعا اتفضل. مساء الجمال نكيب وائل نصر. عارفاه طبعا. اتفضل. بجد عارفاني؟ اهلا وسهلا. ده شرف ليا كبير جدا انك تعرفيني. ده ممكن يديني دفعه للامام طبعا. احنا كنا قاعدين لسه بنتكلم في موضوع سيف. اه ما واضح. انا خدت الاستاذه مشيره ورحنا للرائد شادة وسادة، عايزه تكون موجوده معانا في كل خطوه بنعملها عشان في الاخر يبقى معانا قضيه ما تخرش الميه. وانا عرفت حاجه كده ممكن تخلص المرحله اللي احنا فيها دي. مرحله ايه؟ مرحله جمع المعلومات ومحاوله فهم اللي بيحصل. هشام البكري. ايه ده، هو مش ده اللي مات؟ اللي اتقتل على انه الصياد. ايوه هو ده، كان جار سيف في الاسماعيليه. وفي حاجه تانية كمان، كان شاهد على جريمه قتل مرات سيف، وانا عرفت احصل على معلومه ان سيف اتهمه بانه شاهد صوفي. برضه مش فاهمه حاجه، ده معناه ايه؟ سيف لما وصف لنا الصياد وصف لنا هشام ده. اسهل حاجه انه يقولوا ان دي غلطتكم. هو كفيف. خلاص يبقى نثبت انه مش كفيف. نعم. ايوه، نطلب اعاده الكشف عليه بناء على الملف اللي خدناه من المستشفى. حتى لو مش كفيف ووصف لكم هشام البكري، هل بقى هو كان عارف ان ده هيوصل لقتل هشام؟ مستحيل نقدر نثبت حاجه زي دي. وهي دي الجريمه؟ انه مش كفيف؟ هو ده بقى اللي انت مدوخ نفسك عليه؟ اه بيكذب علينا عشان يصفي مساء الشخصيه. على فكره انتوا اللي رحتوا له وصممتوا انه يتكلم، والشهاده بتاعته ما كانتش جزء من تحقيق رسمي ولا حاجه، ده كان مجرد كلام مع شويه اصحاب او زملاء معتمد فيها على الذاكره. وحتى لو كلامه ما كانش مظبوط 100% فانا مش شايفه ان دي كريمه. عادي يعني. بس احنا قربنا، ادينا 24 ساعه اوعدك ان هوصل للحقيقه كامله. هشام البكري كان جار سيف في الاسماعيليه، كان شاهد على جريمه قتل مرات سيف، وانا عرفت احصل على معلومه ان سيف اتهمه بانه شاهد صوفي. خلاص ما فاضلش وقت كتير. طارق عارف مش هيلحق يعمل حاجه. قصدك انك هتخلص قبل ما يوصل لك؟ قصدي ان كل حاجه ماشيه زي ما انا عايز بالظبط. عايزه يعرف الحقيقة. أنا عايزه يحس إنه قرب، عايزه يوصل لأي حاجة هو عايز يوصل لها، وأنا مش هغير أي حاجة، مش مضطر أستنى أكتر من كده، أنا مكمل في طريقي. هو بقى مفيش قدامه غير إنه يعيد حساباته، يحرر نفسه من الوهم، من الإيمان بشبح، ينسى إنه عايز يوصل للصياد لأنه ملوش وجود، ويعرف بس إنه عايز يوصل للحقيقة. ساعتها بس هيفهم ويشوف كل حاجة، ساعتها هيبقى دوره كتمل. سيف هو الصياد. سيف هو الصياد. وانت عايز تعمل ايه؟ انا هخلص اللي ورايا الاول. انا كنت مستني البنت ترجع والبوليس يقبض على الخليلي، وكل ده حصل خلاص.
انا دلوقتي بقى في واحد مستنيني عشان اخلصه، عشان اريحه من حياته، وبيتهيألي ان مش صح ان انا اتاخر اكتر من كده.